وحول توفير عنصر الأمان ولتفادي حوادث القطارات، قرر وزير النقل تقليل جداول التشغيل في الخطوط المزدحمة مع زيادة زمن التقاطع لزيادة الأمان، بالإضافة إلى دمج بعض الرحلات اليومية ذات عائد اقتصادي أقل. انا مضطر ان انا هقلل جداول التشغيل شويه، بالذات في الخطوط المزدحمه. هنقلل غصب عننا، هنزود زمن التقاطر عشان يبقى في امان شويه اكتر من كده، بالذات في القطاعات اللي فيها مشروعات شغاله، اللي هي مشروعات تطوير البنيه الاساسيه شغاله، لان في منتهى الخطوره او الصعوبه اللي انت وانت تشتغلي في، يعني يكون التشغيل بنفس القوه القديمه، بالاضافه الى احنا ان شاء الله هنحاول ندمج بعض الرحلات، يعني بالذات اللي هي ما بتجيبش عائد اقتصادي كويس. المانع ان احنا بدل ما قطرين نخليهم في قطر واحد ونختصر الميعاد، يعني مثلا بدل ما كان قطر مثلا الساعه 10 وقطر الساعه 12، هنخليه قطر واحد الساعه 11.